والله ميدو تجربة جيدة، وانا اعتقد ان ميدو استفاد بشكل كبير جدا، وعليه ان هو طالما ان هو هيخش في مجال التدريب ان هو يبقى ديت حط اساس وعليه يبني مستقبله التدريب، انه يطور نفسه بشكل كبير جدا، يطلع يدرس وما يتوقفش عند المحطة دي، بل بالعكس يحاول ان هو يخرج كمان عن بر الزمالك. شايفها ناجحة يعني؟ شايف تقولها ناجحة؟ والله هو الزمالك اتاح له فرصة جيدة جدا، وان في الفترة اللي هو تواجد فيها حقق بطولة، الناس ممكن تكون شايفين ان هو ما حققش التارجت بتاع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، لكن انا بتكلم على صعيد ميدو شخصيا، ده انا اعتقد اللي استفاد في المرحله اللي هو تواجد فيها هو ميدو شخصيا، اكتسب خبرات اعتقد ان هو ما كانش هيكتسبها الا لما يمارس داخل الملعب، وشاف قد ايه ان الممارسه داخل الملعب صعبه جدا، محتاجه ان التطوير في الذهن، التطوير ما بتعتمدش على اللاعب فقط لا غير، لا بالعكس محتاجه معايشات، وهو عنده فرصه جيده جدا ان هو يتعايش مع المدربين الكبار في انجلترا، في لو هو فعلا حاطط في دماغه ان هو يطور من نفسه اعتقد هيبقى من انجح المدربين لو اتعامل بجديه في الموضوع ده. طيب شايف حضرتك ان دي فرصه نجاح ميدو مثلا، فرصه ندي شباب بتوع الموجودين فرصه المشاركه في الفورمه مدير فنيين للفريق رم النهارده على صعيد العالم الموهبه؟ يعني انا دايما اقول ان في زي اللاعب ما بيكون موهوب المدرب ايضا بيكون موهوب. النهارده برضو الفلسفه اتغيرت لدى كل الانديه، النهارده الانديه في العالم كلها بتتيح فرص للمدربين معظمهم شباب، ما بيستناش لسن الستين ويكون شعره ابيض ويكون عشان يديله الفرصه، لا دلوقتي والله في الفتره الاخيره لا احنا شفنا، يعني شفنا انا لما طلعت شفنا طريحي، شفنا اسماعيل يوسف، شفنا النهارده في الشرطه برضو من المدربين اللي عملوا مواسم جيده خالد القماش مع الشرطه، ففي اجيال متواصله يعني اجيال بتسلم اجيال، فانك تتيح الفرصه لهذه الاجيال اعتقد ان ده شيء جيد. كل ما كان اللاعب المدرب قريب من اللاعب كل ما كان الطاقات بتستخرج بشكل كبير جدا. عوده حسام، طبعا حسام مر بتجربه خبراتيه كبيره جدا سواء في على الصعيد المحلي ثم تولى الزمالك ثم خرج للاردن، ودي تجربه قويه جدا بالنسبه له، ثم يرجع للزمالك اعتقد راجع باجواء حماسيه ان شاء الله يضيف لنادي الزمالك الهدف اللي هم ما لقاهوش ممكن يكون في ميدو يلاقوه مع حسام خلال المرحله القادمه. انا نفسي ان نادي الزمالك يعود بشكل قوي منافس على جميع البطولات، ان هو من الانديه الكبيره، الانديه الكبيره لما بنوسع المنافسه على البطولات زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، النهارده دخل سموحه، بكره ان شاء الله كمان يخش انبي، كمان بتروجيت كان داخل بشكل كويس جدا، الشرطه كان داخل بشكل كويس جدا، فكل ما نوسع الرؤيه في التنافس كل ما بنزود الكواليتي بتاع اللعيب الدولي.